مشاورك في اتونسيو لاربي يا فوزي بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذا الجو البارد من ألاسكا لارعيش. مرحلة اليوم استثنائية، نضربوا 35 كيلومتر قدرون، عاد نوصلوا لمسديات القصر الكبير، عاد نبداو الديبار في البيست مع السي مصطفى بوشيبة الصديق ديالنا من مدينة القصر الكبير والأخ عثمان. المهم نطلبوا السلامة للجميع اللي حاضرين معنا اليوم في هذا البرد. خال عربي بومخاخ فوزي، فوزي اللي كان هيموت سمع الموج بدل البيكالا هنا يا خايتو همي اللي في البرد. نعم صباح الهدار وهدار يا ديك. المهم هذا المهم شوف فانتا يقسم هذه الرجول. المهم المرحلة نتمنى تكون واعرة والسلامة للجميع ونهاركم مبروك وتهلاو في راسكم. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله هو أكبر، الله أكبر. مبروك العيد. وصلنا للقصر بخير وعلى خير، 35 كيلومتر ساعة و15 دقيقة. أشبرك لنا بو مصطفى، أجي بحالك أجي. المرحلة غادي تبدا باتجاه جبل صرصر. أشبرك لنا بو مصطفى، قائد اعلى الاركان الدراجه الجبليه بمدينه القصر الكبير، الناطق الرسمي. مرحبا بنا في العرايش. اللي عقلهم طايش. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. نهار كبير هذا باش نمشيو معكم مع البروفيسيونيل. تعلموا منا البروفيسيونيل. هذه ديال الفيصاره. تعلموا هذه ديال الفيصاره. شرف كبير لنا. افايلا قال ديك البيخو نور الدين. شي كلمه لديك البيخو. سير البيخو ناس ناس. انت وديك الصاله تقول اسا حرير لك فيها. ديك خرادو مينيون ولا شنو سميتك؟ قال بقا تقولوا لنا ديك حنا راه في سن الياس ولا ما شنو سميتو ديك السن اللي نتوما فيه. ديك نور ديال البيخو وديك حميد. الموسم الزيتون، موسم الكيف، موسم احلى موسم الزيتون. قاسو قالكم مالا شي كلمه لديك البيخو صبو مصطفى. معكم بو مصطفى. اهلا وسهلا بك. الله عليكم. سنه واللهم بارك. ثبتوا معنا شويه وعطيو لاطاك. ملي كنوصلوا من 60 الفوق عاد كنصغاروا عاوتاني. ايوا الشاسع راه عايش الشيب كيبان، اما القلب راه باقي صغير مره. سنا الحليب. اخوان احنا جينا للقصر. ايوا اللي بغى نجيو عنده شي مدينه يطاكينا ولا يدير شي كومونتير راه حنا حاضرين. وجد المابيت. حنا راه عندنا في العريش فندق البيتريق يعني متعدد الاختصاصات، وقاش ما جيتو الابواب ديالو مفتوحه 24 سيرت 24. في الريسبسيون راه كاين الاخ فوزي ذو الكفاءه العاليه، والعشاء البيض والمطيشه من الاخر بلا مات. والطرديه ذهبت في الدم سبونسر الفرقه. هنا سد ود المخازن العظيم. العظيم. شي روعه. طبيعه زوينه تبارك الله. راه فين غادي نمشيو؟ نطلعو حتى للجبل الفوقي حتى لجبل صرصر. المرحله اليوم زوينه، خافيه شويه القدرون بزاف. ولكن كوميم نوعو شي شويه، ولكن فيها الكيلومترات دابا لحد الساعه ضربنا 55 كيلومتر في ظرف جوج سوايع و 30 دقيقه. كرهناش ندخلو شي يعني شي سيركو يكون فيه الهبوط ويكون فيه التكنيك شويه. المهم هنا عندهم الهبوط، ولكن الدراري ما عرفش واش يعني عارفين شي سيركو ولا لا. الدراري ديال القصر معنا جوج دراري، حنا نشوفو كيفاش دايرين كيفاش غيكون الطراجي ان شاء الله. يا عرجاء ملي يدي شي موقع كحجر كحجر يا صاحبي خودي مش بعيد اصاحبي. ان شاء الله تلاقت الفرين فوزي مال. انا كنتقاتل مع الشباب. اللهم بارك. شدوا هاد البارورام هنايا نطلع. انا السي مصطفى. اللهم بارك غادي ضربه ضربه. طاكو كره الفوق وتوهميه تبا لهم. بعد معاناة طويلة وصلنا لجبل صرصر. انا بو مصطفى من الاوائل. اللهم بارك
تحية الشباب من الله. تحية لديك الشباب المهلوك اللي تفشوا له الحنوك وطايح على الدكوك. واش ما كيبانلكش الاخر كيجي؟ والعربي واش جاي ولا راجع؟ اقول له خوك كيموت. انها الجاذبيه. اشوف فيا شوف فيا. العربي يعاني في هذه المرحلة رغم توفره على السكر الكافي إلا وأن القلب ذهب بالحرارة. حبيب العربي أوه عندك طيحة خي العربي ملي توقف بشوية عليك حذاري أن تقع يا العربي مشعورك في اتونسيو العربي ما الذي يجري يا العربي شبش مهلة العربي في هذه اللحظات بشوية عليك اخي العربي كلاب كلاب قوالب ولا جوج قوالب ولي تجيب السوس لا والله شنك راكاج وصافي ماشي بيبا بيبا عربي عربي بسم الله وعلى بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم تحياتي تعدوا اخي تعديتوا عليا خليك من ديك الجروب زعما تبارك الله عليكم تبارك الله عليك انت الاول الله يحفظك تبارك الله عليكم والله شكرا على الضيافه لما متعتونا معكم من اعلى قمه جبل صرصر نحييكم وما الطرق في التيتي اخي أو القصر راه هي والعريش راه هي ويا راه فارونا كتبان يا سلام هي الدريفت لا تيجيو الاخرين ولا يكون شي صافي وهداك هات 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 عندك فوزي هات موجه فوزي فوزي عندك ديفوت كومبرو عندك جيل الهنديه دوزو صح هادي هي الفيتيت هادي في كتين هاد تا واحد اسبانيولي تا واحد ما نسينا ديك العقاد انا ولد القصار مرحبا انا عندك دابا بقى شي واحد طالع
16 كيبقى يديروا 16 16 كيبقى يديروا عايمشي هذاك عايمشي عايمشي ايب او مع راسك يا مسخوط يلا فوقسد صافي برافو صافي برافو هربنا على الاعداء بيبا خايت توام زعما هم شويه النوبه ديالنا هذا اه لا الخاي حمد شي برد داتي عليها يا اخي يا الله هذا نار خضايا هذا هذا هو تشا لا 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 المرحلة سالات ضربنا 114 كيلومتر وباقي ما وصلناش للدار ما حنا في الدخلة ديال المدينة الاخوان اللي داروا معنا المرحلة هما كاملين ولأول مرة منذ تأسيس الفريق ديال في تي تي العرائش العربي غيدخل معنا داز داز عربي سكر اه الاخ العربي خويا واش شعورك يا العربي فرحان ناشط خويا ياك شوية النيفو مع الدراري تبارك الله اليوم خايت شوية ولكن واد وادك الله يحفظك الصحة والراحة عطاكوك وكيفاش جاتك صرصر؟ اه ادخلتي مصرصر مزيان اكو شي دار يا سلام والله الا تهلكنا تلينا العصا حكنا نشطنا كل شيء بالله سومي بصحتي والراحه بزاف هذا اهلا الاخوه بالصحه والراحه والى الملتقى ان شاء الله الحد المقبل في حله جديده وشي طريق جديده وكونوا مريقلين الحديده ان شاء الله في راسكم شوف خد الديما بدات في الحو شوف العربي شوف العربي العربي صحاح